هلا والله، سهلة بالجميع. يسعد لي صباحكم، صباح خير وسعادة وتوفيق. صباح بداية دوامات المدارس يعني. شو أخباركم؟ إن شاء الله طيبين ومستصحين. الله يديم علي وعليكم الصحة والعافية يا رب. اللهم صل على محمد. قصتي اليوم قصة لها فائدة، صدق إنها حزينة لكن بها العظة والعبرة. أتمنى إن شاء الله إنه تستفيدون وتستمتعون. أدري والله إني أبطيت عليكم بالقصة، لكن معوضين خير إن شاء الله والقادم أفضل. انشغلت بعدهم، مرضت الحمد لله، طبعا مو المرض اللي بالصورة ذاك اليوم. لا الحمد لله، زاكم ونزلت بارد، لكن تعرفون أنا عندي حساسية ربو، أتعب مرة مع تقلبات الجو، لكن الحمد لله على تمام الصحة والعافية، والحمد لله والشكر على الشفاء. يا ربي لك الحمد والشكر، الله يشفين ويشفي مرضى المسلمين أجمعين. لا إله إلا الله محمد رسول الله، أفلح من ذكر ربه وصلى على نبيه. نبدأ إن شاء الله قصتنا لهذا اليوم. قصتنا هذول أخويا اثنين، ما تفرقهم الدنيا، ما يفرقهم الظروف، ما يفرقهم أي شيء، متوافقين متصافين متفاهمين مع بعض مرة، يروحون جميع، يكشتون جميع، يجون جميع، يقعدون جميع، ما يفرقهم إلا النوم، وفرقهم هادم اللذات. صاحب القصة اسمه فهد وخويه اسمه عبد الله. اتفقوا بيوم من الأيام أنهم يطلعون للبر، فاتفقوا على يوم وجهزوا أغراضهم وعزبتهم وفرشهم وقشهم وحملوهم بالسيارة، توكلوا على رب العالمين ومشوا. المنطقة غير منطقتهم، وهم ماشيين دخل عليهم الليل ويمشون، وغلب على فهد النوم، صار بيسوق ما هو بقادر يسوق، طبعا خويه نايم. فهد يناظره، فهد وهو يسوق خلاص دخل بالنوم، يغطى عليه يغفي ينتبه، لا مالت السيارة انتبه، ويناظره خويه عبد الله المستغرق بالنوم. عبد الله من نوعية اللي نومهم ثقيل. المهم وهم يمشون، مالت السيارة إلا هذه تريلا تمشي قدامهم، أصدموه وهو يصدمه، ضربت تريلا، بعدين ضربت الصبه، بعدين قلبت السيارة. ناظر خويه يناديه ما يسمع إلا شخيره. عبد الله صار يطلع بالروح، يعني خلاص ميت، وصوت الشخير هذا اللي هي طلعت الروح. فهد يناظر عبد الله رد علي، عبد الله اذكر الله، عبد الله تشهد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وعبد الله يناظر فوق ويا الله يا الله ينطق الشهادة. الوكاد عبد الله توفى. فهد انصدم، صرخ، جته حالة هستيرية، يصيح يصارخ، الناس حولهم بالسيارة، حول السيارة ما يقدرون يسوون لهم شيء، ما يقدرون يطلعونهم، لأن خلاص السيارة من عجن عليهم عجن. شوي إلا جت الدفاع المدني تقص السيارة تطلعهم، شوي إلا جت الإسعاف تشيلهم، خلاص راح يومه راح. فهد مو قادر يستوعب إنه فقد أعز أخوياه، مو قادر يستوعب إنه فقد أخوه اللي ما جابته أمه، مو قادر يستوعب إنه فقد صديقه اللي ما يفارقه أبد.
زي ما قلنا ما يفرقهم إلا النوم، فرقهم الموت. جهزوا عبد الله، غسلوه، كفنوه، صلون عليه، معهم فهد، دخل بالقبر، غطى بالتراب. 3 أيام جلس مع أهله للعزاء، بعده صار عايش وحيد، ما يبي، انصدم من الدنيا ذي كله، ما يبي أحد، ولا يبي يطلع، ولا يبي يشوف أحد. يا الله يا الله، إنه أبوه يقواه علشان يأكل ويشرب، وأمه يا الله تقواه علشان إنه يأكل ويشرب. بيوم من الأيام دخل عليه أبوه، لقاه جالس وثاني ركبته وحاطن راسه، مسند راسه على ركبته ويصيح. مسكه أبوه هرج عليه، قال الدنيا ما وقفت، الدنيا ماشية، وكلنا بطريق، كلنا بهالطريق نبي نمشي، كلنا. مات أبوي، ماتت أمي، مات عمي، مات خالي، مات فلان، ومات علان، ومات هذا، ومات، كلنا ماشيين بهالطريق هذا. يا ولدي قم، ارجع لحياتك، وارجع لوظيفتك، وكون نفسك، وتزوج، وانتبه لنفسك، وانتبه لصلاتك، والله بيعوضك إن شاء الله اللي مثله وخير منه. فهد خلاص، يعني تعرفون اللي تقفلت قدامه، ما يفكر، ما يشوف أبدا. قال له أبوه، لما تحس أنك متضايق وتذكره، تذكره بالدعاء، تذكره بالصدقة، تذكره بآيات من القرآن، مو بتقعد تصيح تعذبه زيادة. فشوي شوي بدأ ينطلق فهد، وبدأ يروح يجي، يطلع من البيت للمسجد، شوي شوي بدأ يجلس مع عيال عمه، مع أخوانه، مع عمومته، يعني بدأ يخالط الناس شوي شوي. بعده رجع لدوامه، بعده كون نفسه، جلس سنتين، قعد سنتين تقريبا من بعد وفاة خويه، ورزقه الله بنت الحلال اللي تسعده، وتزوج، وأول ولد جاه سماه على خويه عبد الله. وبكذا تنتهي قصتي، وأتمنى إن شاء الله إنكم تستفيدون وتستمتعون. اللي حبيت إني أقوله من خلال القصة هذه، إن الدنيا ما توقف على موتة أحد، قريب، بعيد، صديق، حبيب، صديقة، زوج، زوجة، أبو، أم، أخت، أخو، خال، عم، اللي هو ما توقف الدنيا على موتته. يعني الواحد إذا مات لعزيز وخالي عليه، خلاص ينصدم من الدنيا، لا يأكل، لا يشرب، لا ينام، أعماله يهمله، صلاته، عبادته، خلاص هذه كلها تتوقف. لا، الله عطانا اختبار، وحنا لازم نكون قد الاختبار هذا، يا ننجح يا نرسب، ونرضى بما حكمه الله لنا، ونرضى بنصيبنا، والله يخالف علينا بأخير من اللي فقدناه، ويرحم موتانا وموت المسلمين. دائما أنا أقول الدنيا ما توقف على أحد، لا على ميت تحت تراب، ولا ميت يمشي فوق تراب. ليش ميت؟ ليه؟ الحي الميت كيف يعني؟ يعني موته حياته كلها واحد عند الشخص، يعني ما له أهمية، يعني انصدمت من شخص وهو حي اعتبره ميت، كل هذا الميت الماشي على الأرض. أتمنى إن شاء الله تستفيدون، تستمتعون، تعجبكم القصة، يعجبكم كلام.